عبد الله من الخرج، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. السؤال الأول أريد شرح حديث الذي يقول اعملوا كل ميسر لما خلق له. هذا السؤال الأول. نعم، أما الجواب على السؤال الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا وكل ميسر لما خلق له، فهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا المكتوب علينا في اللوح المحفوظ ونترك العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يعمل الأسباب ويعمل الطاعات، وهذا بمقدوره واستطاعته، وأما القضاء والقدر فهو موكول إلى الله جل وعلا وهو من شأن الله، لا دخل لك في القضاء والقدر، أنت اعمل بما أعطاك الله من القدرة والاستطاعة والتمكن، فهذا هو المطلوب منك. وأنزل الله تعالى في تصديق ذلك قوله تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب هو من العبد عز السبب هو من العبد، هو الذي يسبب على نفسه العذاب أو يسبب على نفسه الخير، يسبب لنفسه الشقاوة أو يسبب لنفسه السعادة بأعماله التي مكنه الله جل وعلا منها وأمره بها. نعم.